أسامة مروى يخرج عن صمته بعد قصة الدباديب، شاهد المزيد من التفاصيل. بعد انتشار قصة الدباديب اللي تصدرت الترند مؤخرا، وكانت كل أنظار الجمهور على أسامة وشيرين. أسامة مؤخرا قام بتصوير خزانة الجوائز اللي في بيته، وظهرت في هذه الخزانة الدبدوبة اللي كانت متواجدة في غرفة شيرين، واللي زعم البعض انه أسامة اهداها لشيرين. لكن في نفس الوقت لاحظ الجمهور انه الدبدوبة اللي كانت في غرفة شيرين اختفت، وزعم البعض انه أسامة قام باسترجاعها، بس لا يبعد عن شكوك الجمهور. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ تاخذ منتجات شعر، ميك اب، شندات الميك اب كلها بتاخذها، والله كلها، مع انه عندها ميك اب بالخزن بتخبي الميك اب اللي لها، بتجي بتاخذ مكياجي، فبتاخذ كل شيء معها وبتطلع. فهي هي الغرفه وراي، اوكي. ويعني في شغلات بالاراضي، وفي كمان هنيك، والغرفه يعني معباي كلها رقيع، كلها